يعني طلق ناري مؤثر، طلق ناري واحد جاي من مكان في الصدر، سواء في الجهة الأمامية من الصدر أو في جانب الصدر. الطلق ده أدى للوفاة نتيجة انه تهتك في الرئتين وفي الأحشاء الداخلية، وسواء في منهم جاله نزيف في الكبد، في منهم جاله نزيف في البنكرياس، نزيف داخلي نتيجة الطلق الناري ده. هو يعني طلق ناري محدد واحد، وغالبا كانت هي دي الإصابة الوحيدة اللي فيهم. الخمسة التانيين اللي احنا شفناهم كانت نتيجة اللي احنا بنسموها إصابة ردية أو كدمية، اللي هي ما بيبقاش فيها جروح كتيرة من بره، بس نتيجة دهس أو حاجة زي كده، إصابة دهسية نتيجة هرسية. أو هرسية نتيجة جسم ثقيل. يعني احنا شفنا حوادث عربيات كتير، حتى في الحوادث العربيات اللي هي بيبقى فيها دهس بسرعة عالية، فدي طبعا بتبقى مختلفة شوية عن الإصابات دي، لأن العربيات التقل بتاعها والمرونة بتاعت الجسم شوية ساعات ما بتأديش إن الإصابات تكون بالشكل ده. الإصابات دي واضح التقل عالي، تقل عالي يعني. فهو ده لأنها كمان بتأدي الإصابات في الجسم كله، وبتر في الأطراف وتهتكات، يعني كسور في القفص الصدري من ناحيتين، تهتكات ونزيف دموي داخل الصدر وداخل البطن وداخل الحوض، تهتكات في الأعضاء الداخلية والخارجية. فطبعا حجم الإصابة كان عالي يعني. طيب استاذ خالد، سؤال بقى عن يعني دول ال 17 اللي كانوا موجودين في المستشفى القبطي، السؤال بقى عن الخمسه اللي تم دفنهم بدون ما يتم تشريحهم، وهل في جثث اخرى في مستشفيات اخرى، وهل تم تشريحها ولا لا؟ يعني ما فيش أي معلومات مؤكدة حتى الآن غير عن الخمسة اللي تموا الصبح زائد ال17. الخمسة اللي تموا الصبح هيبقى الأمر يعني وفقا للقانون لابد إن يبقى فيه تشريح للجثمان، لأن دي مش وفاة طبيعية، دي وفاة جنائية، ولابد من الكشف عن سبب الوفاة. مين يتحمل مسؤولية التصريح بدفنهم بدون تشريح؟ النيابة العامة. النيابة العامة هي المسؤولة عن ده. تبرير النيابة العامة لدوت فكرة إن الحالة تخليني ما اقدرش، الكلام اللي قاله المستشار عادل السعيد انه الحاله الامنيه وحاله الاسر انه صعب انه ياخد جثه يشرحها بدون الاسره ما توافق. لكن وهو قال لي ده تحديدا في الاحوال العاديه باخد الجثه غصب عن الاسره، بس في الاحوال دي في نزاع طائفي انا ما اقدرش اعمل دوت. انا بناشد الاهالي وبناشد الكنيسه انها تقدم طلب عشان يتم التشريح، يتم استخراج الجثث ويتم التشريح لإثبات حقوق هؤلاء الشهداء وإثبات أسباب الوفاة تمت إزاي، عشان بس حقوقهم ما تضيعش. طيب إحنا عندنا إصابات كمان في صفوف الجيش، هل إحنا عندنا أي معلومات عن نوع الإصابات دي وإلى أي مدى هي متشابهة أو مختلفة عن سواء الإصابات أو الإصابات اللي أدت إلى الوفاة؟ احنا زمايلنا في يعني زمايلي في المركز المصري وفي مركز النديم حضروا التحقيقات اللي تمت امبارح مع المتهمين. في 25 واحد متهم تم التحقيق معهم في النيابة العسكرية. التهم اللي موجهة ليهم هي مرتبطة بفكرة الإضرار بالمال العام، ترويع المواطنين، تعدي على موظفين عموميين. مفيش غير تحقيق واحد بس تم مع واحد وجه إليه مش اتهام، يعني أقوال إن في شهود بيقولوا إن أنت اعتديت بالضرب والضرب ده أدى إلى وفاة وإصابة، وما تقالش عدد ولا تقال أسماء في حضور المحامين، ولا قدروا يطلعوا على محضر التحريات ومحضر الضبط بيقول إيه. وحتى هذه اللحظة لم يعلن إن إذا كان في قتلى وشهداء من الجيش ولا ما فيش. اتقال إن في شهداء، ثم اتقال لا ما فيش، ثم اتقال لا في، وإحنا مش عايزين نعلن حرصا على معنويات الجنود. هو آخر تصريح رسمي يعني أو بيان رسمي بدون يعني من مصدر مجهول لم يصرح باسمه، يعني إنه في تحفظ من قبل القوات المسلحة على الإعلان ما أقدرش أجزم إذا كان الخبر ده يعني أو صحيح أو لا، وأعتقد إنه الأيام القادمة يعني المفروض يتم الإعلان عنه سريعا، ده مش سر، وإنه دي مهمة لجنة تقصي الحقائق اللي تم تشكيلها من الوزارة. نتمنى إن يبقى الأداء
أداء محايد. إحنا على الأقل ما نقدرش نحدد الرصاص ده طالع من سلاح إيه نوعه إلا لما المعاينة بتاعت مسرح الجريمة تشوف الفوارغ فين، أو تقرير الطب الشرعي إذا كانت قدرت تطلع حاجات من الجسم ما زالت موجودة فيبان السلاح. بس على الأقل الفيديوهات اللي طلعت إن مدرعات من الجيش هي اللي عملت ده، ومدرعات من الجيش كانت بتعدي الطريق مرة واتنين، وهي اللي قد هي اللي قامت بعملية الدهس. وده في الحقيقة بيدخلنا طول الوقت في الصدام اللي لابد إنه يتحل، لا بالتأكيد، عشان لو تسمحي لي اتفضل، لابد انه يتحل عشان في فرق كبير. لانه للاسف اي قضيه فيها طرف عسكري بتروح القضاء العسكري ماشي، ومن وقت محمد محسن الشهيد اللي مات في يوليو العباسيه في العباسيه ما نعرفش المحضر ده ايه اللي حصل فيه، والورق ده كله وفقا لقانون القضاء العسكري هيروح تاني النيابه العسكريه. لابد ان يبقى في حل تشريعي، في فرق ما بين قانون القضاء العسكري اللي بيحمي الجيش وما بين محاسبتنا للمجلس العسكري على ما ننسبه إليه من جرائم وما ننسبه إليه من أخطاء في إدارة شؤون البلاد. طيب لكن حتى الآن النيابة العسكرية بتحقق مع المتهمين المنسوبة ليهم التهم اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، لكن النيابة العامة بتتولى من الناحية التانية التحقيق في إصابة ووفاة المتظاهرين، ولا احنا فاهمين غلط؟ لا، عملت المعاينة واتعمل تقرير الطب الشرعي، لكن اللي أعلن حتى الآن والنهاردة المستشار عادل سعيد قال لي أنا بعد ما يخلص التقارير هتجيني التقارير هسلم ده للنيابة العسكرية. أنا ده مش شغلي. فمعنى كده أنه هتروح الورق ده كله للنيابة العسكرية، وهنرجع بقى لتقرير تقصي الحقائق اللي المفروض وزارة العدل شكلت اللجنة عشان يبقى موجود. اللي أنا بطالبه لابد أن يبقى في فصل، مش معقولة كل خطأ وكل جريمة ننسبها للمجلس العسكري هتروح للنيابة العسكرية، ومفيش قضاء عسكري في العالم قضاء مستقل. القضاء العسكري في العالم مفيش فيه قضاء مستقل. ليه؟ لأن الحكم لما بيطلع ملوش أي قيمة إلا إذا القائد قام بالتصديق عليه، والقائد ده ماهوش عضو في المحكمة العسكرية، ماهوش قاضي، وبالتالي احنا في حالة خطر. لابد ان ينطبق القانون على الكافة، ولابد ان نحترم سيادة القانون وان نقتص عبر القانون لحقوق هؤلاء الشهداء. لكن استمرار الحالة بهذه الطريقة لن نقبلها ولن ننساها، وستظل جريمة في اعناقنا تؤرق ضمائرنا جميعا. هذه جريمة ومجزرة تمت في مزبيره، لابد من الحساب عليه. أنا عندي سؤال أخير بس أنا وقتي انتهى دكتور محمد، هل يعني عملية التشريح نتج عنها تحريز طلقات أو للأسف كده ولا لا؟ كل الطلقات اللي اتطلقت كانت كلها ذات فتح الدخول وخروج، معنى كده ما كانش في طلقات، أنا ما عنديش معلومات في أشخاص اتصابوا بطلقات نارية أمس، يعني يوم الأحداث دي طلعوا العمليات وتم استخراج منها مقذوفات ولا لا، بس حسب التشريح يعني لا، ما فيش حد اتحرز له أي طلقات. أنا بس هضيف حاجة صغيرة بس سريعا جدا. أنا معلش، أنا كنا موجودين يوم الأحداث في مستشفى القبطي، أنا بس بوجه لوم لوزارة الصحة، ما يصحش إن يكون في مستشفى بالحجم ده وبالكثافة دي ومعرضة أنها يحصل فيها حوادث متعددة زي كده، وما يكونش فيه خطة للطوارئ، وما يكونش فيه أطباء، عدد أطباء كافي، ما يكونش فيه مستلزمات كافية. يعني لولا أن الناس الأهالي كانوا بيجيبوا بيشتروا من الصيدليات ويجيبوا، وإحنا المستلزمات البسيطة اللي معانا قدرنا نستخدمها، كان هيبقى الوضع كارثي. فياريت ياريت ياريت يعني يكون كل مستشفى ذات المركزية أو المستشفى التحويلي يكون فيها خطة للطوارئ ويكون فيها مستلزمات. يعني حرام إن إحنا نعرض المواطن المصري لمهانة سواء قبل الإصابة أو بعد الإصابة. يعني أبسط يعني الحقوق. بعد يعني أنا آسف بس عشان المستشفى هقول حاجة، يعني حاجة المستشفى في الحقيقة، يعني أنا بشكر كل فريق المستشفى ومدير عام المستشفى تحملوا الكثير، وكذلك كبير أطباء بالطب الشرعي تحمل الكثير من الغضب ونزل مرتين ثلاثة عشان نعيد معاينة الجثث. بس أنا بقول لكل المواطنين الشرفاء إن المستشفى القبطي جالها 17 جثة في وقت واحد، أكتر من 200 واحد، يتعمل أكتر من 30 عملية، فده ضغط ولود. إذا هلوم عليها هلوم الوزارة، أنا أرجو المواطنين إن هم يتبرعوا للمستشفى، لأن في حاجات كتيرة
تم اتلافها وتم تدميرها، فاتمنى ان هم يتبرعوا، ودي مستشفى موجوده في وسط البلد يعني. تمام، انا بشكركم شكرا جزيلا استاذ خالد علي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، دكتور محمد فتوح استشاري الجراحه ورئيس جمعيه اطباء التحرير، بشكركم شكرا جزيلا. وعلى قد المراره والوجع، لكن الحاجه اللي يعني بتريح القلب الى حد كبير انه التقارير دي هتضمن حق الشهداء ان شاء الله، واحنا وراه لحد يعني، والزمن ان شاء الله ما يبقاش طويل. صحيح انه في بعض المؤشرات اللي مش بطاله ابدا على انه الشارع المصري لسه بخير، وانه شمله لسه ملموم الى حد كبير رغم المحنه اللي احنا فيها، لكن ده ما يمنعش انه غالبا